ايه اللي حصل؟ جالها بليدنج وقعت على الارض، مصيبه. يا نهار اسود، ماتتش. ايه يا ابني ما تهدى، هتودينا في داهيه. وات صوتك. وبعدين يا جماعه هنعمل ايه؟ بس بهدوء شديد جدا، هنخش دلوقتي حالا ننقلها العربيه، مش عايز اي نوش ولا اي حراب. ولو حد شافنا؟ جرى ايه يا غاده؟ في ايه؟ واحده صاحبتك وافورت، مش جديد عليكي. ما تلاقوش، هنتصرف. انا بس مدام منير بتتكلم لازم اطلع ارد على بره عشان الدوشه. ها عمر على طول وتحصلنا يا عم. ما تقلقش. ايه يا حبيبي؟ يعني بص، اخلق كتري، مش قادر. انت هتمضحنا؟ انا عربيتي مش هتكفي. انا عربيتي مش هتكفي، هنحطها في عربيه غاده. يلا لا لا لا، مفيش وقت للكاعه دي خالص. يلا، هو راح فين يجيب العربيه؟ راح يجيب. خلي بالك من الطريق. ها ماشي، يلا اسرع اسرع. يلا يلا يلا, يلا. خش خش خش. يلا اتك. لا اله الا الله، انت صورت الفيديو ده ازاي؟ بالصدفه والله. خلي بالك، انت شفت اخره بس، اوله بقى يبين لك مين اللي كان في العربيه. وشوف عربيه زي دي اصحابها يدفعوا في الفيديو ده كام. انا عايز الفيديو ده والله، كله بتمن. انا مش ماشي لما اخد الفيديو ده ولو فيها موت. لا 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 لا، انت هنا تموت. اقعد اقعد، بقول لك انا فوت لك فارغه علشان عارف ظروفك وصعبان عليا. عاوز كام؟ 100,000 جنيه، ويكونوا عندي خلال 48 ساعة، ما ينقصوش جنيه. يلا يا نست، اتفضل. يلا يا ابني هات شاي. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.